كابتن صديق، خليني أروح معاك على طول على الفنيات وأسألك كده، يعني متفائل بإذن الله، وخلينا نقول برضو شكل المباراة بتشوفه إزاي. أنا عايزة أروح للأهلي وهروح للزمالك كتشكيل، اسمح لي النهاردة لو حضرتك مستعد. أكيد نبدأ بالنادي الأهلي طبعا. النادي الأهلي الحمد لله داخل على المباراة أكثر جهوزية، لعب مباراة في أفريقيا، عامل مباراة كويسة جدا وتصدر مجموعته، حتى في اللقاء الدوري مع البلدية قدم أداء جيد جدا بنتيجة عالية، طمن على بعض اللعيبة اللي موجودة، مكسب كبير وسام أبو علي كرأس حربة للنادي الأهلي. الفترة اللي فاتت في الحمد لله ثقة عند المدرب كولر، وفي تفاؤل، وزي ما قلت لحضرتك الاهلي اكثر جهوزيه قبل المباراه، بدليل ان هو لما سافروا النهارده المدير الفني ما رضيش يسافر قبل كده علشان ما برضه ما يحملش على اللعيبه، ويبقى واخد المباراه طبعا على عاتقه، ومباراه مهمه جدا ومباراه كبيره ومباراه بطوله مع فريق كبير زي نادي الزمالك، بس هو مش عايز يحمل برضه على اللعيبه، فقال لك اروح الاربع لان هو استفاد بالتمارين اللي هي هنا في مصر، واللعيبه بتاعت الاهلي مستعده جدا للمباراه. المباراه هتيجي في يعتبر نهائي عالمي بالنسبه للتنظيم، بالنسبه للاخراج، كاميرات تلفزيونيه في السعوديه مهتمين جدا جدا بالمباراه دي. صحيح. وحتى عاملين حوافز جامده جدا، بونص للفريق اللي هياخد هي وصلت البطوله. لكام تقريبا؟ كم الف دولار؟ على ما اعتقد بيقولوا البطوله 2 مليون دولار اللي ياخد البطوله يعني. 2 مليون وصلت ل 2 مليون؟ اللي انا سمعته انه في حافز برضو للفريق اللي هو مش هيتوفق وان هو ياخد البطوله، فدي طبعا فانت كده كسبان كده كسبان لو من الناحيه الماديه، بس احنا من ناحيه البطولات احنا بنبص على حاجه ثانيه خالص. اكيد احنا عندنا الدوافع، الحاجات الفنيه، الاهلي عنده الدوافع للمباراه يعني يزود عدد البطولات بالنسبه للكاس يعني، والحمد لله فارق على المنافس في عدد البطولات، فالاهلي ما بيحبش يفرط في اي بطوله ويحافظ.